يقول: ما هو الأفضل في سنة الفجر، يصليها الشخص في بيته ثم يذهب إلى المسجد، أم يذهب إلى المسجد مبكرا ويصليها فيه؟ يخير، الأحسن أن يصلي الراتبة في بيته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء إلى المسجد والوقت متقدم ويريد أن يجلس فإنه يصلي تحية المسجد، يصلي تحية المسجد ثم يجلس.